بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على المكسب. من الناحية الفنية هو ده الباسكت، انت ما احترمتش الفرقة اللي انت بتلعبها في الاول، واحنا محذرين من الكلام ده من امبارح، ان هي فرقة كويسة، ثلاث ارباع لعيبة موزمبيق من منتخب موزمبيق، وهو منتخب كويس ومعاهم ثلاثة محترفين منهم اللي اتصفى وللجيم، ونمرة 22 سكورر الفرقة و11 والابيضاني الطويل قوي. هم فرقة كانوا موفقين في الأول جدا، وعلوا حتى عليه كتير قوي. احنا كنا مش عايز أقول في خمول، في استهتار بالخصم، مش عارف أحسبها. فدايما لما تبقى مش مستعد أو مش مدي الخصم أهميته، بيحصل لك عدم التوفيق في كل حاجة، ديفنس وريباوند وحتى الجري حتى الروح حتى بين الشوطين كان في داتا عنيفة اليوم. يعني وده النادي الاهلي المفروض ان في لائحه، حاجات منها ماليه، حاجات منها النادي ما قصرش معاك، مجلس اداره ولا نشاط رياضي، كابتن جورج اتكلم نفس الكلام. فده كان بين الشوطين. احنا ومش مستعجلين، احنا 12 بونت او 13 بونت، دول اربع هجمات 2 بوينت، فالموضوع مش عايزين نبقى مستعجلين قوي. هيجي اللي هو واحده واحده، ودايما لما بتبقى نازل حاسس انك هتكسب الجيم وتقفل معاك انت بتتهز، فده برضو حصل على مدار الجيم لحد ما ده تبقى ايكوال، حتى بدات نسبك تختلف في الثري بوينت. زائد احنا نوعا ما لعبنا بعقل، يعني عارفين بقى ده شويت فلعبنا عليه، لعبنا ده انسايد لعبنا عليه، وده اللي دايما بنطلب منهم في الالعاب بتاعتك، اعرف انت الالعاب بتاعتك انت الغرض منها ايه، عايز تلعب ايه منها علشان ايه. بيجي اوقات بيبقى اللعيب مستعجل او قراره غلط. ده مجمل فنشوا الجيم. انا كان نفسي النهارده يبقى الجيم ماشي اسهل من كده، عشان جيم بكره ما كنتش متوقع، انا نفسي ما كنتش متوقع ان هو هيبقى جيم للدقيقه 40. في الاخر الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. عندي كمان اصابه كريم داشان، انت عارف ان البطوله دي بال 12 لعيبه، هو كده بنسبه كبيره بقى بره، نلعب ب 11 برضه مؤثره. الحمد لله رب العالمين. خرجنا الشوط الاول فرق 12 بونت ليهم، الشوط الثاني فرق 13 بونت ليهم، دخلنا الشوط الثالث يعني وحوش النادي الاهلي زي ما عودتنا معاك يا كابتن طارق، فرقنا باتنين بونت، دخلنا الشوط الرابع باتنين بونت. ايه يعني كانت اهم تعليماتك واهم تنبيهاتك للفريق عشان ينزلوا بالشكل الاكثر متميز؟ هي مش احنا تعليماتنا ثابته، انت عندك شغلك ثابت زي سكرين بول 1 ان 1، السكرين بول هتدافع عليه ازاي والهيلب سايد هيدافع عليه ازاي، طالما بتاديه بالشكل الامثل بتلاقي الفرقه قدامك باد اوفنس او انت عامل جود ديفنس عليها. فده اللي حصل في الرابع. انا كنت بتمنى ان انا اطلع الثالث حتى ايكوال او ينزل تحت الخمسه بونت عشان يبقى الجيم قريب، انما هو ده روز، انت اللي انت بتعمله في اول الجيم هو اللي بتعمله في اخر الجيم، وهم نفس اللعيبه، انت بس بتاديها ازاي، ودي المحاسبه اللي احنا دايما بنحاسب فيها اللعيبه، انت اللي مقصر جوه الجيم في حق فريقك وفي حق نفسك لما بيأدوا. النهارده نوعا ما المحترف اللي هو جاي بقى اليومين نوعا ما احسن، هو كمان ديفندر كويس، ممكن يبقى بكره كمان احسن، ويبقى عندنا فتره ان شاء الله، بس لحد بكره عندنا فتره اطول في التاقلم او التجانس بين الفرق. شايف بعد فوز اول اغسطس النهارده في الجوله الثانيه ضد ار اي جي هتبقى المنافسه على صداره المجموعه تكون صعبه؟ اول اغسطس اللي كسب النهارده خلاص، اول اغسطس خلاص كده بنسبه كبيره اول، انت ماتش بكره هو اللي هيحدد مين هيكمل دور الثمانيه، يعني لو ماتش بكره اللي هيكسب هيكمل، لان خلاص موزمبيق خسرانه مننا ومن رواندا، فالبكره الجيم على مين يصعد دور الثمانيه، فجيم مهم. وهي فرقه كمان محترمه قوي زي ما قلت قبل كده، فيها خمس محترفين، اثنين متجنسين وثلاثه محترفين، فرقه جايبين اثنين بيج مان في البطوله دي جداد غير اللي كانوا معانا في تنزانيا، فماتش بكره زيه زي اول اغسطس، فريق ماتش قوي. نورتنا ونقول لك الف مبروك على شكرات الاهلي والجمهور، واحنا كلنا بنقول لك افريقيا يا اهلي. طبعا ده جمهور، ده احنا مفتقدينه، مهم جدا في الظروف اللي احنا فيها دي، او في دايما دافع معنوي ليك ودافع سلبي للفرق المنافسه لينا. الحمد لله وانتم اللي منورينا وشاكرين ليكم. شكرا.